الشيك كيفقد القيمة ديالو كشيك وكيولي إقرار عادي بالدين إلى داز على التاريخ اللي مكتوب فيه عام. إلا كنتي في عالم المقاولة وبيناتنا وخا ما تكونش في عالم المقاولة، من الواجب عليك تكون عارف هذه المعلومات على الشيكات. أولا، الشيك هو وسيلة للدفع، موايان دو بايمون، وممنوع أنه يتخاد على سبيل الضمان. ثانيا، إلا درتي في الشيك شي تاريخ، ممكن الشخص اللي عطيتيه الشيك يمشي يصرفه مباشرة بلا ما يحترم التاريخ اللي درتي فيه، حيث كيف ما قلنا الشيك هو وسيلة للأداء. ثالثا، المدة القانونية اللي خاصك تدفع فيها الشيك للبنك في المغرب هي 20 يوم ابتداء من التاريخ اللي مكتوب في الشيك، و 60 يوم بالنسبة للشيكات المسحوبة خارج المغرب والمدفوعة في المغرب. رابعا، الشيك يدخل الحبس لا قدر الله في حالة عطيتيه وانت ما عندكش الفلوس، شيك سان بروفيزيون او شيك بدون رصيد. خامسا، الشيك كيفقد القيمة ديالو كشيك وكيولي إقرار عادي بالدين إلى داز على التاريخ اللي مكتوب فيه عام 365 يوم. أنواع الشيكات، كاينين أربعة ديال الأنواع ديال الشيكات. واحد، شيك غير مشطوب، شيك نون باغي، يمكن يتخلص فيه وتاخذ الفلوس مباشرة في لوغيشي ديال البنك. ثانيا، الشيك المشطوب، شيك باغي، تيكونوا فيه واحد جوج ديال الخطيطات متوازيين الفوق، وهذا ميمكنش ليك تخلص فيه في الكيشي ديال البنك، ضروري ما يكون عندك حساب بنكي باش يمكن ليك تخلص فيه والفلوس كيدوزو مباشرة للحساب ديالك. ثالثا، ان شيك نون اندوسابل، الشيك الغير القابل للتغيير. لو شيك نون اندوسابل كتكون مكتوبة فيه ان او، ميمكنش تعطيه لشي حد اخر يتخلص فيه في بلاصتك، ما يقدرش يتصرف الا في الحساب ديال الاسم اللي مكتوب فيه فقط. رابعا، ان شيك سيرتيفي، هاد الشيك كتصادق عليه البنك وكيمثل ضمان حقيقي اللي غادي ياخذه، لان البنك كتقوم بخصم المبلغ من الحساب ديال العميل في اليوم اللي كتصادق عليه. واخيرا، الا فقدتي شي شيك او دفتر الشيكات ديالك، خاصك تدير اوبوزيسيون مباشرة وبالزربة تعلم البنك ديالك ان راك فقدتي هذاك الدفتر ديال الشيكات.